أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في فقرتنا الأسبوعية، فقرة الجمال والجلد، واللي بنلتقي فيها مع الأستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور، وصباح الخير. صباح الخير. طبعا احنا موضوعاتنا الخاصة بالجمال والجلد يمكن كتيرة قوي وبيتسع فيها الحوار، لكن بقدر المستطاع بنحاول ان احنا ندي لمحات سريعة عن اسباب اي مرض ممكن بيظهر وايضا الوقاية منه. فمن الامراض او من العلامات اللي بتظهر بصورة منتشرة قوي على الشباب سواء البنات او الولاد، حب الشباب، ويمكن ده بيبعث على القلق لبعض الامهات والاباء من ظهور حب الشباب، لانه يمكن بيشوه جمال البشرة، لأنه بيبقى خاصة بيظهر في الوجه. فحضرتك تكلمنا عن حب الشباب، أسبابه وطرق علاجه والوقاية منه. الحقيقة في البداية احنا بنقول ان حب الشباب صحيح انه بيظهر في مرحلة الشباب، لكن في حبوب بتظهر في مجرد طفل حديث الولادة، ودي تشبه حب الشباب، وبتكون اساسا ناتجة من الهرمونات اللي انتقلت لهذا الطفل من امه، دي من ناحية. وممكن في حبوب بتظهر في بعض السيدات عن حب، نتيجة أيضا للتغيرات اللي بتحصل في الهرمونات، لكن الغالبية العظمى من هذه الحبوب بتظهر في مرحلة الشباب اللي احنا بنسميها حب الشباب. الحقيقة سبب حب الشباب زي ما هو واضح انه بيكون ليه أسباب كثيرة جدا. هذه الأسباب قد تكون التغيرات اللي بتحصل في جسم الشاب أو الفتاة في مرحلة النضوج، ممكن يكون من ضمن الأسباب طبيعة الأكل اللي بتتاكل، اللي هي الأكل اللي بيكون فيه مواد زيتية كثيرة جدا، شوكولاتة وزيوت وهكذا، دي نقطة. ايضا ممكن يكون بعض انواع البكتيريا اللاهوة اذا اصابت جلد الانسان ممكن تكون السبب في تكوين هذه الحبوب. فزي ما انت سيادتك شايفة ان مجموعة عوامل داخلة بعضها، وما ننساش طبعا العوامل النفسية اذا دخلت معاهم، فيبقى كلها مجموعة متحدة مع بعضها تقدر تثير هذه الحبوب اللي هي حبوب الشباب. اسرع طريقه بقى للتخلص من حبوب الشباب، ويمكن الطرق اللي ممكن تكون موجوده عندنا في البيت، او مواصفات خاصه او ماسكات خاصه لحب الشباب مثلا. هو اذا احنا خدنا بالنا من حب الشباب بنقول حاجه بسيطه جدا، ان حب الشباب بيتميز بظهور حاجتين، البثور ذات الرؤوس السوداء وذات الرؤوس البيضاء. البثور ذات الرؤوس السوداء هي لونها اسود لان في صبغه الميلانيدين بتغطي هذه البثور وهي بتفتح بالجلد على الخارج، وهذه البثور عن طريق الطبيب المختص بيتم تفريغها، ودي مش مشكله. لكن هناك نوع من البثور ذات الرؤوس البيضاء اللي هو حب الشباب ذو اللون الابيض، وده احنا بنقدر نستغله من خلال برنامج، بنقول ممنوع مطلقا اي شاب او فتاه انه يلعب في هذه الحبوب، لانه مجرد ما انه بيلعب في هذه الحبوب او بيحاول يخرج هذه الماده الدهنيه ابتدى يعمل تشوه، ابتدى يعمل ندبه، ابتدت تترك اثر. فبنقول ان احنا اهم نصيحه بننصحها ان احنا ما نلعبش في هذه الحبوب مطلقا، وبالذات اذا كانت هذه هي البثور ذات الرؤوس البيضاء. اللي بعد كده ان احنا بنستخدم نوع معين من الصابون، وعاده بيكون هذا الصابون حمضي علشان يقدر ينظف هذه البشرة ويقدر يتعامل مع البكتيريا اللاهوائية اللي موجودة. بعد كده هو احنا بنستخدم المضاد الحيوي المناسب، وبنحاول نعتدل بالنسبة للوجبات الغذائية اللي احنا بنستخدمها. اذا اخذنا هذه المجموعة مع بعضها هنقدر نحافظ على البشرة ونقدر نكون محتفظين بها لأطول فترة ممكنة. يمكن في بعض الناس بيعتقدوا انه غسيل الوجه بالليفة والصابون، وايضا مثلا وضع بعض نقط من عصير الليمون على الوجه، ده بيضيع هذه الحبوب الخاصة بالرؤوس البيضاء. رأي حضرتك ايه؟ لا، هو المعاملة مع البشرة بعنف ده مرفوض، لان الحقيقة ان انا اكون عنيف مع البشرة ممكن يكون من هذا العنف ادى نوع معين من الجروح تزيد من انتشار الالتهابات البكتيرية او الالتهابات الموضعية، والمشكلة بدل ما هي مشكلة محددة في حب الشباب ابص الاقي انتشار مرض بكتيري او تحت الجلد بطريقة معينة واصاب المشكلة. الحاجة الثانية موضوع استخدام الليمون. استخدام الليمون ده ليه حالات خاصة في استخدامه. الليمون معروف انه مادة قبضة، وانا عشان استخدمه لازم استخدمه الوجه لازم يعمل يغسل بمية باردة، مش ممكن اغسل الوجه بمية سخنة لان ممكن الليمون مع المية سخنة، دي حاجة. الحاجة الثانية ان لابد انه يكون بعيد عن الشمس، لان انا اذا استخدمت الليمون ونزلت في الشمس ممكن ده يكون سبب في تكوين بقع، وده بيخلينا ندخل مباشرة في العطور والبرفانات. البرفانات اغلبها بتدخل فيه الليمون في التكوين، وبالتالي فهذه اللي بيحط برفاناته بينزل في الشمس او بينزل تحت اضاءة قوية ممكن تكون هذه البرفانات هي سبب مباشر في تكوين بقع جلدية واصابة ببعض البقع. صحيح بعالج حبوب شباب، لكن ابتديت اعمل بقع اصعب يمكن في علاجها. يبقى ليها تحفظات معينة في استخدامها، ومش كل بشرة بنقدر نستخدم هذا، انما بالنسبة لدهك الوجه ده غير مستحب.
احنا في نهايه لقائنا بنشكرك يا دكتور جدا، وبنشكركم اعزائي المشاهدين، وبننتظر اي تساؤلات واي استفسارات على فقره الجمال والجلد على عنوان البرنامج وبريد صباح الخير يا مصر. شكرا والى اللقاء.